السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بشمهندس حسين فهمي. هنتكلم النهاردة عن إزاي نعمل السيجمنتيشن ليولا فيرجن 5. أول حاجة عشان نجهز لازم نجهز الداتا سيت بتاعتنا، ففي موقع الروبو فلو ده هنقدر نستخدمه، لأن هو بيساعدنا في حاجات كتير أوي، منها إن إحنا ممكن نعمل سيجمنتيشن للداتا، تمام، إن إحنا نزود الداتا سواء بروتيشن نعمل له بلر نعمل له فلتر أيا كان. وفي نفس الوقت لو أنت مثلا عامل سيجمنتيشن ليولا فيرجن 7 ممكن تاخد الداتا دي يولا فيرجن 6 و5 واي من كان اي عادي. لو انت عامل اوبجكت ديكشن ممكن ايه بيديك برضو اللي انت مستخدم يولا 4 يساعدك يخليك يولا 5 و6 وهكذا، تمام. ده الموقع بتاعهم لو انت عندك اكونت ساين اب، لو عندك اكونت ساين ان. الداتا سيت اللي عندنا احنا دلوقتي بس بنوضح الموقع بيعمل ازاي، فدول 5 صور هنعمل عليهم سيجمنتيشن باذن الله. هنعمل كرييت نيو بروجكت عادي، تمام، ويتسمى اي اسم هنا عادي، يولا فيرجن 5 مثلا. ايه انت عايز تعمل اوبجكت ديكشن ولا سيجمنتيشن؟ هنعمل انستنت سيجمنتيشن عادي، وهنا برضو ايه مثلا سيجمنت ايه يولا فيرجن 5 اللي انت تتنبأ يعني، فبعمل سيجمنتيشن يولا فيرجن 5. نعمل كرييت، هنا بتحط الداتا سيت بتاعتك ايه، تمام، تحددها، بعدها بتعمل فينيش ابلود. اي مكان بقى الداتا سيت عددها قد ايه بترفع، هي لو الداتا معموله انوتيتد مثلا باللي هي بالاس اس دي بالماسكر سنين ممكن تاخد الداتا تحطها هنا، تمام، وترفعها، وبعدين ايه تستخدم الداتا دي بيولا 5 يولا 6 اي مكان عادي مفيش اشكال خالص، تمام. يا ترفع ديت هتتك هنا ايه اساين ايمجز، لو انت كده بتحط الداتا عشان تبدا تعمل لها النوتيشن بتاعها او الليبل، فهتخش مثلا على الصوره نفسها اهي هيفتح عليك. لو انت اوبجكت ديكشن ايه فهنا من الاوبجكت ديكشن اوت تحدد الاوبجكت مثلا كذا، تمام. طب لا انا مش عامل اوبجكت ديكشن، عايز اعمل سيجمنتيشن، خلاص بتتك هنا اهوت وتحدد بقى تعمل ايه الشكل بتاعك كده اهوت، تمام. ايه لازم تقف على نفس اخر ايه الصندوق، اول ما تتك عليه خلاص تكتب مثلا ايه الكلاس بتاعك اسمه ايه، انا بسميه مثلا كونسل، فتك كونسل وتك سيف انتر، خلصت الصوره هنا تخش على الصوره الثانيه تبدأ تحدد بقى ايه الموديل بتاعك عادي، خلاص اهوت برضه خش على الصورة التانية. انا بس بعمل بسرعة لان احنا هدفنا هنا بس ان انت ازاي تعمل سيجمنتيشن ايه لليولا فيرجن 5، تمام. هنا برضه هي نفس الموضوعات، انا طبعا بعمل اي حاجة يعني مش مظبوط قوي، تمام. هنا نفس الموضوعات، كده انا خلصنا، مبقاش في صور تانية، عملتهم سيجمنتيشن كلهم، بتك ايه النوتيت هنا اهي بتك هنا، تمام. خلاص انت كده خلصت، بتك اد اللي يعني الايمج اللي عندك، تمام. شوف انت عايز تعمل ترين قد ايه وتست قد ايه، مثلا هعمل ايه 80 90 ايه 10 مثلا، 90 ترين و10 ايه فاليديشن، ماشي، وتك عادي اهو. عملت اعمل ايه كرييت نيو فيرجن، تمام. هنا شوف الست عددها ولا 5 بلس 1 اهو، ما فيش كل الصور عملها انوتيتد عادي، تمام. 4 ترين و0 فاليديشن و1 تيست، عايز تعدل تك اديت وتعدل اللي انت عايزه، تمام. عايز تعمل مثلا الصور بتاعها انا عايز اخليها 640 640، تمام كده خلاص خلصتها، تمام. عايز تعمل بري بروسيسنج ده، عايز تعمل اوجمنتد للداتا اهوت، زود الداتا اللي عندك تعملها روتيشن كروب اللي انت عايزه ايه على حسب ما انت محتاج تعمله، تمام كده. الاشكال ظهرت اهي النت بس تيجي شويه، تمام، ظهر ده وتشوف اللي انت عايزه، تمام. خلصت كونتينيو وتك ايه جنريت هنا، تمام كده انا ايه خلصت الداتا اللي عندي رفعتها، تمام. بعدها بتك حاجه اسمها اكسبورت هنا اهو، ايه عايز تحمل عندك جهاز تك ده من لود زي هنا، تمام، تك هنا. طب انت مثلا شغال يولا 5 او جزء هنا بتحدد يولا 5 لا يولا 4 7 مثلا، عايز كوكو على حسب ما انت محتاجها، تمام. فاحنا شغالين يولا 5 فنختار يولا 5، تك ايه كونتينيو اهو، تمام. هناخد الكود ده كله هنا اهوت، ناخده كده، تمام. إيه كده احنا خلصنا هنا، عايز تعمل فيرجن جديد تك جنريت نيو فيرجن، واعمل مثلا اجمنتيشن للداتا، عايز تغير السايز بتاع الصوره وهكذا، تمام. كده احنا خلصنا الداتا اللي عندنا، هنروح هنا، تمام، نعمل ايه، هنحط الكود اللي احنا خدناه هنا اهوت، تمام. نعمل علامه تعجب في الاول هنا وتك هنا كده علامه تعجب برضو، وهنا ايه نفس الموضوع، تمام. كانت بتحمل الداتا اللي عندك على السيلفر هنا اهوت، تعالى نيجي نبص كده
حملنا الداتا ترين وعملها تيست تمام، والداتا بتاعتنا هنا تمام كده، ايمج سيت هتلاقي الصور هنا تمام، وهتلاقي الليبل بتاعها هنا اهو تمام، الليبل بس نفسه الكلاس، وكل زرار كل مكان احتكينا فيه هو بيكتبها هنا تمام كده. طب احنا كده خلصنا اه كده نزلنا الداتا، بس احنا ايه بقى ده احنا ازاي كل ده بنوريه، اما الداتا اللي احنا شغالين عليها داتا تانية تمام، بس هي نفس الحاجة دي تمام كده. فخلاص ده مش محتاجين هنا اهو. اول حاجة هعمل فولدر اسمه يولا فيرجن 5 سيجمنتيشن تمام، بعدها هخش جوه الفولدر ده، بعدها هعمل فولدر تاني اسمه داتا، وبعدها هخش جوه الفولدر بتاع الداتا، وبعدها بقى احمل الداتا التانية اهي تمام كده. فلو رنينا مثلا البتاع دي كده اهوت، دخلنا بقى عملنا ريفريش اهوت يولا فيرجن 5 اي سيجمنتيشن، دخلنا فولدر داتا، دخلنا جوه الترين والفاليد اهو تمام كده، احنا حملناه. نيجي بعدها احنا هنخش جوه الفولدر ده، هنقف على الفولدر ده من هنا كده تمام، بعدها هنحمل الجيت هاب بتاع يولا فيرجن 5 تمام كده، اللي هو بالنسبه لنا اهوت ده كده تمام كده، حملناه عندنا. خلاص نيجي نعمل ريفريش هتلاقيه يولا فيرجن 5 اهوت تمام كده، احنا خدناه اهوت تمام. هنعمل ايه؟ هنخش برضو جوه يولا فيرجن 5 تمام، هنخش جواه تمام كده. بعدها احنا عايزين يعني نسطب في حاجه اسمها ريكويرمنتس هنا لازم نسطبها تمام، فهنعمل ايه؟ هنرن ده هو هيمشي هياخد الريكويرمنتس اللي هنا هيسطبها ويعمل ابديت برضو لو في مكتبه مثلا عايز تحدث او وهكذا تمام كده. كده خلصنا. طب دلوقتي احنا عايزين نحمل الويت اللي هم كانوا مدربين عليه السيجمنتيشن بتاع يولا 5، ففي حل من الاثنين، يا يعني اما عن طريق تريس زي داونلود وحاجه اسمها تيم داونلود، وهنا بيحمل لك كل الويت تمام، الان والسمول والميديوم واللارج والاي والاكس تمام، انت عايز تحملهم كلهم، فانت هترن ده هيعمل لك فولدر اسمه ويت، يعني لو رنينا كده هيعمل لك فولدر هنا اسمه ويت ويحط لك فيه اسامي الويت اللي هنا كلهم تمام. بص كده هيخلص اهوت اه، عمل حاجه عمل فولدر اسمه ويت اهوت تمام. على ما نخلص هتلاقيه بقى حط لك بقى كل الويت ده كله تمام، حط لك 1 2 3 اهوت، وبيحمل الرابع اهوت تمام، بيحمل الرابع اللارج ولسه هيحمل الاكس تمام. على حسب بقى المشروع بتاعك محتاج نور، محتاج ان، محتاج اكس، محتاج اس سمول، ميديوم، لارج، يعني على حسب ما انت ايه محتاج، على حسب مشروعك انت تمام. وعلى حسب بقى يعني ال ان 4 ميجا تمام، السمول 14 ميجا، الميديوم 42، اللارج 91، الاكس 170، على حسب بقى حجم الصوره اللي عندك وهكذا بقى تمام. طب انت عايز تحمل ليه ويت واحد بس مش كلته، فانت بتحط ايه الويت بتاع مثلا ايه ال ان، الويت بتاع الاس، الويت بتاع الام، الاكس ايه. طب انت هتحمل ده، اعمل بقى كومنتات مثلا كده إيه، انت مش محتاج البيان، انا عايز محتاج ده بس تمام. وبعدين لو انت هتحمل حاجه منهم اعمل الكومنت بتاعك تمام، فده بتاع الويت كله تحمله، وده بتاع ويت واحد بس تمام. خلصت انا كده خلاص، يعني انت حتى لو رنت ده مثلا اهوت حمله لك، بس ده هيحمله لك بقى فين؟ هيحمله لك بره هنا تمام، حمله لك بره هنا، اما التاني ده حمله لك في كلمه ايه؟ التاني الويت هنا اهو تمام كده؟ فعلى حسب ما انت محتاج تمام؟ تيجي بعدها بنخش على حاجه فولدر اسمه هنا يولا فيرجن 5 داتا، وتعمل فولدر اسمه ايه؟ اسمه كاستم دوت يامل تمام؟ اه هنا كاتبين اهوت، اعمل كاستم دوت يامل تمام؟ هتخش هنا اهوت تعمل النقطتين دول، تعمل نيو فايل وتعمل ايه؟ كاستم دوت يامل تمام؟ هتخش جوه كاستم دوت يامل ده تعمل ايه؟ هتاخد الارقام ايه؟ الاربع اشياء دول تمام؟ تخش عليه اهوت تفتحهم تمام؟ تحطهم هنا. اول حاجه تعمل ايه؟ هتحط المسار بتاع الترين وبتاع الفاليديشن تمام، او التست اي ما كان، على حسب ايه الداتا اللي عندك متقسمه ازاي. فانا هاخد المسار بتاع الترين هاخد لحد الايمج سوت ونحطه هنا، والمسار بتاع الايه الفاليديشن تمام ونحطه ايه هنا تمام كده، ونشوف عدد الكلاسات اللي عندك ايه. احنا قلنا بقى ان هو واحد بس، لان احنا كنا محددين سيجمنتيشن للكونسر بس، فهنا واحد تمام. تيجي هنا على النيمز ايه كونسر، على حسب بقى ايه لو في اكتر من حاجه فتعمل كومه وتحط الاسامي الثانيه كلها تمام. خلصت تحط ايه كنترول اس اللي انت تسيب اللي انت عملته تمام كده. كده انت ايه جهزت الويدل بتاعك ان انت تيجي تعمل ترين تمام كده. نيجي بقى ازاي تعمل ترين. اول حاجه بايثون تمام، ايه احنا واقفين فين؟ احنا واقفين عند يولا نهوت تمام، واقفين هنا. ففي فولدر اسمه ايه سيجمنت، هيخش سيجمنت في حاجه اسمها ترين، انت عايز تعمل ترين لسيجمنتيشن تمام، ترين دوت بي واي.
الايمج اللي احنا عملناه لما كنا عملنا ايه هناك في البري بروسيسنج، عملناه ان هي 640 تمام. الباتش سايز عايز كام صوره تمام، ويا ابديت وكده، عايز تعمل كام ايبوك تمام، عايز تعمل الداتا اللي عندك بقى اللي احنا عملناه، اللي هو ده لما دخلنا عند الداتا جوه هنا وعملنا في حاجه اسمها كاستم كاستم دوت يامل، فحطينا اسمه كاستم دوت يامل اللي هو بتاع الداتا، الفولدر اسمه داتا وحطينا كاستم دوت يامل. الويت اللي احنا خزناه قلنا بقى يا اما حل الاثنين، يا اما تاخد الويت اللي هنا تمام، يا اما تاخد تخش جوه الويت هنا وتحط الويت اللي انت عايزه على حسب الحاجه بتاعتك، يا اما تيجي من بره خالص هنا وتاخد الويت ده تمام، حل اللي انت عايزه. هنحط لك حتى كومنت من اهوت، فايه لو انت هتخش على الويت هنا اور تمام، يا اما تكتب له ايه فعلى حسب بقى، هل انت محتاج تكتب ده اللي هو تاخد الويت اللي جوه، ولا تكتب اللي انت حملته لبره، على حسب بقى ما انت محتاج تمام كده. بعدها تبدا ترن الكود بتاعك عادي خالص، يبدا بقى بيلود الموديل ويشوف الموديل بتاعه ويبني الحاجه بتاعته تمام، ويحط البارامتر بتاعته ويبدا يقرا الداتا. قرا الداتا اهوت، قال لك ان احنا الداتا اللي عندنا 18 صوره تمام فريم، هو قال لك ما فيش اي حاجه حصل لها دروب ولا حاجه، والفاليديشن بتاعنا 5 صور وما حصل لهمش اي دروب تمام. يبدا بقى يعمل الايبوك بتاعنا اهوت خالص تمام، سريع، هيبقى سريع لان الداتا اللي عندنا صغيره تمام، ومستخدمين الموديل الصغير. فانا اوقف لحد ما الايه يخلص الايبوك وبعدين يكمل باذن الله. بعد 50 ايبوك ما خلص اهوت، يعتبر خد 18 من 100 من ساعه، 18 من 1000 من ساعه، ويخزن الويت بتاعنا في ايه، في حاجه اسمها ران ترين سيجمنت اكسبشن ايه ويت لاست والبيست، ومسحته اهوت تمام. وقال لك ان ده افضل حاجه بتاع الفاليديشن، يعني طبق عليه الفاليديشن تمام. وجاي هنا شاف الاكيوريس اهوت والكلام ده كله إيه، عدد الكلاسات 5 نسبة 5، البوكس ايه البوكس بالنسبه للبريسيشن والركول والمين افريج اللي هو التنجل بوكس، وايه والماسك نفسه تمام، والمين افريج بريسيشن والركول والكلام ده كله. بص الاكيرسي لا بايظه خالص لان احنا 18 صوره تمام، فيعتبر هو ما عملش حاجه تمام كده إيه، فما اقدرش احكم على الاكيرسي. يعني هو هنا كام 6 من 10 وهنا 54 من 1000، ده بريسيشن وركول يعني ده ما فيش اي حاجه. المين افريج بريسيشن ايه 2 من 10 ومن 5 ل 10 كذا، لا مش مظبوطين خالص تمام كده. تيجي بقى ايه، احنا عايزين نعمل تيست تمام، ففي برضو هنا في السيجمنت حاجه اسمها ايه بريدكت تمام، بريدكت لوب بي واي خدناها، وبناخد الويت اللي احنا خزناه، الويت اللي اتخزن في ايه، اتخزن في رامز. احنا هنبص لها تقرا منها رام ترين سيجمنت تمام اكسبشن اهوت ويت حاجه اسمها بيست. فاحنا ناخد المسار بتاعه خالص اهوت، او تيجي من هنا كده تاخد المسار ده كده تمام، خدناه ونحطه هنا اهوت ايه بتاع الويت ده الخاص بالويت اهوت تمام كده. والسورس، السورس ده بقى اللي انت عايز تعمل تيست عليه، فانت هتخش عليه على الداتا هيت والفاليديشن، نخش بقى هنا عايز تحط صور، عايز تحط فيديو، تحط اللي انت عايزه بالظبط اي حاجه تمام تمام كده. بعد ما حددت الصور او الفولدر اللي فيه الصور، عايز تحط صوره، عايز تحط الفيديو اللي انت عايزه، الكونفيدنس بتاعك عايزه كام، اقل من القيمه ديت مش هيعمل سيجمنت عليه، لا اعلى من القيمه دي بيعمل سيجمنت عليه تمام. فايه هرن اهوت، كده قرأ الويت اهوت يبدأ ايه يكمل بقى. قال لك ان انا حددت هنا كانسر، حددت واحد هنا، حددت 9 كانسر هنا، مفيش كانسر هنا، في 4 كانسر هنا تمام. فنيجي نعرضه بقى تمام، ده اتخزن فين؟ قال لك في انفيرنس ايه رانز بريدكت سيجمنت اكسبشن. فلو دخلنا خدنا دي كده تمام، او بمعنى ده بص هو خشن رن عشان ما تتلخبطش في حاجه، الرن هي تمام بريدكت، هو قال لك ايه في بريدكت سيجما لا ايه اكس بي تمام، قال لك ان السؤال هنا، فتاخد المسار من هنا كده اهوت ايه وتحط هنا كده تمام، وتسيب الاخر حتتين دول اللي هو الستار دوت جي بي جي تمام. احنا المسار ما اتاخدش، واخدناه اهوت تاني اهو تمام كده خدناه. هو ده معناه ايه، هات لي كل المسارات اللي الصور بتاعته او اللي هو او الاشياء اللي جوه بتنتهي بدوت جي بي جي، ورنه تمام ايه هو حد دوت، دي ما حددتش فيها، ده حد دوت ده يعني الموديل مش مظبوط لان الداتا سيت اللي عندنا ايه صغيره، بعكس فاستر ار سي ان وماسك ار سي ان، لا كان بقى رغم العدد الصغير ده كان بيديني اكيوريسي كبير تمام. فهنا محتاج داتا كبيره ومحتاج شغل اكتر ايه عشان يبقى احسن وكده. يعتبر احنا خلصنا السيجمنتيشن بتاع الجيل 5، يعني هنا هدفنا بس ان احنا بنطبق الالجوريزم عشان يشتغل بعد كده وكده. نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.